شكرا كريم مره تانية من السادة المقاولون بعد نهايه المباراه بالتعادل. سيف الجزيري لاعب المقاولون ومحرز هدف اللقاء اليوم. سيف بدايه برحب بيك على اون تايم سبورت. يعني عايز اعرف رايك اكيد في المباراه اللي بطلها طبعا اكيد الفي اي ار. شايف ازاي المباراه؟ مبروك طبعا ليك على الهدف النهارده. بالمناسبه انت كمان سجلت في الطلائع في مباراه الدور الاول. السلام عليكم. بالنسبه للماتش بتاع النهارده كان الريتم بتاعه بطيء جدا، وكان الريتم مره يعلى مره ينزل. هي ماتشات دي بعد توقف تبقى كده، يعني ان شاء الله يعني ناخذ بزمام الامور، وان شاء الله نحضر الماتش الجاي. عنا ماتش صعب في اسكندرية، ان شاء الله رايحين نكسب باذن الله ان شاء الله. سيف، ايه اللي اختلف بين الشوط الاول والشوط الثاني مع الاختلاف الاداء؟ شفنا تراجع نسبي في الشوط الثاني، كان تعليمات ايه الكابتن عماد ليكم في الشوط الثاني؟ والله انا قلت لك يعني بعد توقف متاع الدوري شهر ما بين الدور الاول، يعني ما بين الاول والثاني، يعني حتلاقي يعني الريتم بتاع الماتشات يعني حيروح، يعني بالواحده واحده حنلاقي النسق بتاعنا، الريتم بتاعنا بتاع الماتشات. ودائما نقول يعني اول ماتش بعد شهر ولا شهر ونص راح. ان شاء الله قاعدين نشتغلوا كويس. المسؤوليه عنا مسؤوليه صعبه ورانا، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نكملوا نحققوا الهدف نتاعنا باذن الله. اذا ما كنتش فزت فانت تعادلت، فبالتالي يعني افضل طبعا اكيد من اي هزيمه على ملعبك. شايف ازاي المقاولين كمان والمنافسه في الدور الثاني والاستمرار في المركز الثاني والمنافسه على لقب؟ والله انا شايف اللي الناس الفرق كلها حتقرانا حساب كتير. ان شاء الله ان شاء الله يعني نكملوا، ركزوا بالعزيمه والاصرار، ان شاء الله نوصل الهدف ونحقق الهدف متاعنا باذن الله. شكرا سيد. شكرا سيد.